هو ده الريسك، وده كان اسمه على الريجن، الناس اللي من المسيات
Vorher hat er ein bisschen gesagt, على C D F
فلازم دي ما تظهرش في اي طريق تاني. تمام؟ الاجابه دي مش واحده. يعني بمعنى ان انت ممكن كذا حد فيكم يطلع اجابه مختلفه خالص، يعني مفيش اجابه نموذجيه للسؤال ده. هنعرف دلوقتي ليه يعني. احنا عايزين نوصل للسي اف. ايه الاند ريند فاضل؟ ايه عايزين نوصل؟ من السي اف في كم طريق اند ريند فاضل؟ بس لو ما حطش في النود دي اللي
كل نوز ما عدا الديسيجن نوز اللي بتحط فيها كذا نوز، تمام؟ هعرف ارجع نوز مختلفه. فكاني بقول عن الديسيجن لو في ديسيجن نوز ممكن اقول مثلا بين قطاع واحد واثنين وثلاثه واربعه. فكاني بقول عندي فور اندبندنت باسز، واحد هروح له ارجع من الديسيجن نوز للنوز رقم واحد، واحد هروح له ارجع اثنين، واحد هروح له ارجع ثلاثه، هروح له ارجع اربعه. بقيت النوز كلها الفير بتاعها لازم يكون واحد بس، تمام؟ طب ازاي اعرف ان هو مش بيتمسكني؟ ان ما ينفعش ابيزت نوت من نوت والنوت ده بقى لازم يكون بيزت طبيعي، تمام؟ انا شغال ديس فيرست، ايه ديس فيرست؟ عمال الاول خالص اروح لا معلش ديس فيرست تنفع ايه؟ انا في ديس فيرست همشي الطريق بعد كده هرجع امشي اول فكره في الطريق دي صح ولا تشير باث معين، فلازم اعرف اعمل طريقه معينه ترجعني من اخر نوت دي لغايه اول الطريق بتاعي، صح؟ ايه الطريقه؟ نعمل كده ازاي؟ ممكن يبقى عنده شويه في الليكس فيرست ان هو ما يكونش في انسيرت النيمز. ايه؟ ايه بتقول ايه؟ ما تقوليش طريقه. عملت ايه؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ حد يفكر معايا. احنا مش عايزين الست سيرفس لما يجي انسيرت النيمز بتوعه بيتعلم تاني، صح؟ فمعنى ان هو عمل انسيرشن لو انا مثلا ايه هنا جيت من ده رحت لده بعد كده ده راح لشويه نودز، فلو انا عملت انسيرشن للنودز دي ايه اللي هيحصل؟ هرجع لهم تاني وهيبقى الباص بتاعي شيرد مع حد تاني. فانا كاني عايز ابدا ديس فيرست كل مره من الاول، يعني همشي ديس فيرست كده يمشي في اتجاهات معينه لغايه لما يوصل للديستنيشن نوت كده خالص، بس مش عايز يبوش، مش عايز يبوش النوت بتاعته، انا عايز اختار نوت راندم لغايه لما يعرف يوصل للنوت بتاعته، وكل ما يختار نوت راندم يعلم عليها ان هي وزن، ولما يوصل اعمل ايه؟ ده كده اول باص، بس انا بعد ما اوصل ابقى معلم على كل الليست الباص بتاعته، انا عرفت امشي من ده لده 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 ولغايه لما اوصل للديستنيشن نوت بتاعته. لما اجي ابدا ليس فيرست تاني هعمل ايه؟ هقول له ما ينفعش يمشي لان هي في نيبل نود راندم، بس ما ينفعش يحطها لو هي كانت فيرست ابيرنس، تمام؟ حد عنده مشكله مع الفيرست ده مش فاهمه؟ ماشي الموضوع قافي قوي يعني من ناحيه تانيه، انا عندي هو نود دي وعندي فور نود، تمام؟ وده واصل لنقطة ثانية وده واصل لنقطة ثالثة وده واصل لنقطة رابعة وده واصل لكبير وده وهكذا. فأنا هعمل إيه؟ هعدل شوية الديسكرس، الديسكرس بيضمن لي إيه؟ إن هو هيمشي يشوف كل ريتش من النقطة اللي النقطة ماشي فيها، تمام؟ فأنا مثلا مشيت في الطريق ده هل هي النقطة دي غلط؟ تمام؟ خلاص كده النقطة دي بس خلاص. وأنا في نقطة راندوم أمشي فيه وأمشي فيها خلاص وقعدت أعلم على كل نقطة شفتها. شفت طريق معين وصل لي اللي عايز يتغاضى باص اندبندنت، لما ارجع ابدا ادرس فيرست بوش تاني مش همشي في الطريق ده، مش هبدا تاني يوم بزنس قبل كده، انت فاهم؟ قول اه ما هو ما يقدرش يشيل حاجات في النص بس يقدر يشيل السورس والديستنيشن يعني. هبدا من نيبر راندم، انا بقلب من نفس السورس وبلاقي نيبر راندم من نيبر من نيبر دي. لما هتشيل الكرسر مش هتبوش كل الناس دي في الستاك، تمام؟ علامة الاسر دي ايه علامة الاسر دي؟ بتقول انها سؤال تتكلم فيه مع الدكتور في المحاكم، تمام؟ سؤال تاني بيقول لك فايند فورميت اكوستيك لايك الريزم تو فايند تو بوست كلاسترز اوف ذيس نتورك. اكيد سؤال ده حلها كده؟ هتفكروا؟ حد فاكر سؤال ده الشيت اللي فات؟ الشيت اللي فات؟ طب نكتب الروس في الاول عشان نقول لك حد برضه؟ Yeah.
E nella frente di... Bazzate che va a causa del regno e non sta lì a fare questa. Amen? Quindi voi per voi non avete tutto il mandi a fare un microfono. Amen? Per cui se la presa che viene lì, che vede, è un ex fai che sei già per la prima. Alla prima, e da che è in non sei. Ci fa a fare un peggio con un altro che lì, che è mai per il frenzy. Amen? O a che era? E non è il next. Quando con lo hago, vedete lì che è il next, lose weight. Per tanto, se vedete il tempo del suore di video, vedete, passa avanti lì, passa avanti lì. That's the short, non mi sono preparato, mi sono preparato. Per tanto, vedete, il next, la risposta è che lì ha un next name, lo stivo di padre, 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 lo stivo di E non so vedere. Alla chieda, la chieda, non lo so, prendete qua. Udì non so prendete qua. Tu non so prendete qua, o la fa non so prendete qua. La chieda fa non lo so. E next stage la posta di lei. Il canza è white stage. Per la chieda è connette di lei, per lei connette, per lei non sa che faccia connette. Ma per il next option, se lei. A prendete tu che non qua, ma qua che non prendete qua, perché è meglio per scomparire il listi. Va bene? Qualche indiano lo fatto dire che mi ha fatto. Anni tu cluster lo so, e nei cluster della prima, prendete qua. Va bene? Per anni che non si prende qua, o non si prende qua. Vuoi dire che non lo prendete qua, ma lì, ora fa sai che non ti prendete qua. E lui si prende qua. Il nostro uguale, va bene? A stabilito modo se è un po' lasciato al frusto di questo ma è a split greco ma è il tuo credo, il tuo classico quando è lasciato al frusto di questo o lì è per fatto la fine ma allora mi avrei lasciato e non è fi hattin separati non è un po' lasciato uguale ma perché è giusto di quando non è un po' lasciato uguale se non è davanti Amen, tu klasse, so lange mit der Nummer, du hast schon den Kopf gesehen. Auf der Herde zum Morgen, ich denke, dass da ein größer Punkt in Italien ist. Ich kann ja mal anders zum Morgen, da klasse in der Zeit der Kirche. Wenn da unten wird, der Morgen, der Fluss, der größer Punkt in Italien, da unten nie haben wir einfach verloren. Also wenn das Zent der Lippe für Klasse, du klasse, da bevor wir den Haus der Lippe für Lecker, die Schöne, die Pölle, 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 die Up weight,
يبقى انت خليت اكتر اثنين صحاب يبقوا مع بعض نفس الجراند صح؟ بعد كده شفت هم واقفين بمين وخليتهم يبقوا كده وهكذا، فانت عمال بتجمع اكبر ويكس موجوده في الريكورد، فكل مره انت بتجمع اثنين صحاب اقوياء مع بعض، ففي الاخر خلاص اللي عندك فيه اتش عايز يوصل شويه صحاب وشويه صحاب تانيين، بس وصلوا لك كده الراجل دولت صحاب مع بعض وصحاب مع بعض كده. يعني قصدي حد فاهم يقول ايه ولا معلش احكي لك درس السؤال ده رايح من دي فيديو فيديو بسمع اسم بسمع كلمة بسمع كلمة بسمع كلمة بسمع كلمة ما بين اليوزرز والنودز سكرايب بقى وخطش تايم بحتاجه عشان لما بجيب انفورميشن معينه في النت استخدم تريم تو فايند ان اس تي ستارتنج فروم نود اي اند سكرايب هاو كان يوز ايه تريم ده؟ الالجوريثم ده كان اسمها مكان بيجيب اللايتست ايدج يزوده فبيعمل ايه؟ بيبدا عند نود معينه ويبدا يشوف اقرب نود ليها يضيفها فاقرب نود ليها مين؟ اللي على الشمال اللي هي الاربعه فيضيفها للسبرنج دي فلاقي انه عنده تري عمال بيجوز تري دي حته في حته عمال بيزود نود على الاوريدي معمول مش بيكونكت حاجات بعيده عن بعض بعد كده يوصلها لبعض فهو هنا عمل كونكشن فوق الاربعه بعد كده يعمل ايه؟ يشوف اقرب نود للاثنين مع بعض يعني يشوف كل اكس بتاعي منه ويشوف اقرب نود ليهم اللي هي مين؟ دي تمام؟ هي كونكتها بعد كده يشوف اقرب واحده اللي جاي منين دول اللي مين؟ ده وهكذا هتلاقيه في الاخر هيطلع نفس اللي انا سايب فيه على الشمال هو بيقول لك كده ابدا ابدا من الاي واعمل ان اس تي حد يقول لي كده اتعمل ازاي؟ عندي الاي واصله بمين؟ مين اللي اختار؟ اختار اي حاجه اف او جي اختار الاف بعد كده الجي بعد كده الثلاثة مع بعض واصلين بالدي عن طريق الاف صح كده؟ اوصل دي كده بعد كده سي صح؟ اي ليه؟ اه دي خمسة اه تمام بعد كده عندي السي والبي هوصلهم عن طريق ال ده الـ MST تمام؟ الـ MST بتمثل لي ايه؟ هو بيقول لك بقى ازاي تعمل حاجه زي كده؟ اعتقد ده سؤال امتحان يعني، السؤال ده هيجي في الامتحان يعني. تمام؟ حد يفكر معايا كده؟ انا طلعت الـ MST بتمثل ايه؟ بتمثل لو انا عايز اوصل لاي نود في النود دي من هنا لحضارة اوصل ازاي؟ اوصل بسرعه اصلا، الـ MST معناها ايه؟ عشان اعرف اوصل يعني لو انا من ال A عايز اوصل لاي نود في النود ده ايه؟ ده احسن حاجه ده اقل جزء ممكن اعمله عشان اوصل المعلومه من ايه لاي نود ثانيه امشي في الباث ده كله صح؟ امشي في الباث ده فانا كده هبقى عملت ايه؟ هبقى مشيت اقل مشاريع ممكن عشان اعدي على كل نود دلوقتي فلو انا عايز ابروجيت انفورميشن من ايه كل الناس التانيين الـ MST ده هو الرقم بتاعي تمام؟ نفس السؤال بيقول لك اللي طالعه لو الـ weight معناها الـ geographical distance الـ geographical distance between the node and the user فنفس الكلام بطلع الـ MST بيمثل لي أقرب طريق ممكن أمشي من الـ A عشان أوصل لكل الناس الباقية تمام؟ خلي بالكم هو ده ما بيقولش اقصر طريق من الايه كل نود هو ده بيقول لو الايه مشي من عند لغايه بيت النود هيمشي طريق التوتال بتاعه اقصر طريق تاني كده ممكن الايه هنا مثلا اقصر طريق دي منه للاف كده واقصر طريق منه للجي كده واقصر طريق منه للدي كده فاقصر طريق
نفس الواحد حاجه لا الستور سولفز بطريقه مختلفه انما ده بيقول لي طريق واحد يعديه على كل الناس تمام ويكون مجموع البيزنس الانشاء يكون عليه ده تعريف حصل هنا في ايه المفروض ان في الفيديو احنا بنعمل مشروع كويس فمحد هيجي يعمل كده يعمل كده فده لا طبيعي ايه الفرق بين A and B when both of them get some information from B؟ لو دي نشرت معلومه معينه هتوصل لA وB في وقت عامل ازاي؟ هتوصل لA بعد 10 ثانيه توصل لB بعد كده 7 ثواني بعد 4 ثواني حتى عندي موبايل تاني المعلومه لو طلعت من دي وهي وكل الناس عندها فصل عماله كده على اللي حواليها هي فصل ده كل شيء مثلا فهو الشخص ده يشوف الفرق هنا بعد 5 ثواني فدي هيشوف بعد 7 ثواني ايه هيشوف بعد 3 ثواني تمام؟ هو از مور امبورتنت تو سيند فاستر اند تو ريسيف فاستر يقول لك مين لو عندك معلومه تخليه هو اللي يبقى يزورها هو الواحد اللي لنا البيزنس بتاعه وصلنا ساعتها بعد هتعمل لوجيستيك ليه؟ عشان انت عايز اقصر طريق منك ليه؟ وكل طرق دي تنزل معلومه هو كويس عنده شهر فهتوصل توصل لكل واحد على طريق الشورت فاضي وتقول له انت عايز تشوف نوت ابعد نوت ليها اقل نوت تمام؟ عايز حاجه في السنتر كده تكون ظريفه ومصلحه ايه؟ دي ليه دي؟ الدي توصل للاي 11 توصل للجي 7 توصل للجي 4 توصل للجي 5 توصل للجي 9 بس ايه ده؟ بس ده انت مكسر شويه جدا مش موجوده ده ما يقولكش معلومه عامه عن الجهاز كله انا عايز اقصر انا كنت اقصر ده اقصر ده ليه؟ يعني ممكن تلاقي ناس دي تبقى مختلفه شويه بس انت فاكر انت لو دي نوش ورا تمشي كل الاتجاهات فانت بتمشي في بروجكت الخاص بتاع كل لوب فاهم؟ هنا انت مش درجه انت تشوف الوسط بس انا اقول لك حاجه ممكن نجيب ايه؟ من البي سي هنا هتبقى قد ايه؟ تمام؟ انا قلت ان البي هتوصل لسبعه اربعه يعني ده اقصى طريق فاهم؟ فانت محتاج تشوف النوت اللي ابعد نوت ليها اقصد من الماكسيم بتاعك على الناس لسه مسافرين عنك اقل من كلهم طبعا ده حاجه صعبه شويه يعني صعبه جدا في الدنيا فايند ذا بيرسون هوز مسج اور سيل فاستر باي اذرز لوكس لايك يو فايند اول مسج من ديسكورد اه لو انت رايح تبيع على السوشيال ميديا حتى لو جربت توصل للسوق على السؤال اللي فات مش كده يعني السؤال اللي بعده بقى هو الظريف اقول لك مين اكتر واحد مين اسرع واحد هيسيب مسج لو خد من كل الناس يعني مين اكتر واحد بيعرف كل ما بسرعه والافرج ده اللي هو وصل له اسرع منه فده انا عيني عايز امشي لو ركزت بس بالعكس عايز اشوف شوف الفاصل ديستنيشن معين مش ريسورس معين فكاني عايز امشي ابدا بالريفر عند كل نوت واشوف هعرف اوصل للنوت دي عن طريق كام شوف فاصل النوت دي النوت دي قد ايه واشوف اكتر واحد قريب من كل الناس ممكن يجي حاجه ريزيستنس مثلا معايا كده الفرق بين ممكن تبقى مش لو انا بقول مني لغيري فده شرط اختبار صح؟ لو بقول لغيري مني لو افترضنا ان انا ضربت في جهات هي مختلفه انت بص الجهات مش فاهمه ايه ده؟ انا بقول ان انا من الاي للبي بربعه ومن الاي للبي بربعه لو انا الشغل في مصر ليه البي والاي هو ده هيبقى رايح ان انا وانا رايح هيبقى ساعتها ممكن انا محتاج اوصل للناحيه دي يعني هي هيبقى خلاص والله لو حد عنده بقى تسليمات حاجه دي مش هتقول ربنا عمل الكونسيبت بتاع حاجات زي كده بس مش عايزين نكمل يعني في اللي هي الكونسيبت بتاعت الاستديو اللي هي ما كانتش هي اللي هي كانت الريلي كان فيها اسئله عبيطه كده مفيش درجات عليها يعني